هنا سؤال، قال رجل عدد على زوجته الثانية، يعني أتى بزوجة ثانية، يعني هو كان عنده واحد وصار عنده إيش؟ اثنتين، يعني ربنا يبارك له. ف مش عارف، فأهل الزوجة الأولى الزعل ونتيجتها فأصاب الزوجة الأولى الزعل. طبعا بدها تزعل، واحد اتجوز عليها بدهاش تزعل، لغاية الآن أمور عادية. ونتيجة هذا الزعل أنها عصبت. طبعا بدها تعصب ولا بدها تضحك لك؟ بدك تهيئ نفسك، لا اللي بتبقى هادي هاي بدها ايه؟ بدها تعصب. أنها لا انعصت أمر زوجها، عصبت مفروغ منها، لا بس هي اجت عصت. بس ليش خطك هيك جزاك الله؟ أمر زوجها من حقوق شرعية وترفض أن تنام حتى في غرفة واحدة. ما في مشكلة عندك سبير، احنا ما في مشكلة عليك، المشكلة وين؟ علي. ما بدك تنامي عندي؟ براحتك، خليك عندي ولادك، ما في عندي ايش؟ في عندي احتياط. والزوج عنده أولاد منها، طبعا شو هو عقيم؟ طبعا. وهو الآن ينام فقط عند زوجته الثانية. كويس، يعني لغاية الآن وضعك يعني جيد، إنه في إشي ما. طبعا إحنا بنحكي هيك ومنضحكك عشان تفهم السؤال. فقط عند زوجته الثانية فقط، ولا ينام أبدا عند زوجته الأولى، لا يجوز. اذهب فنم عند زوجتك الأولى، فإن هي رفضت فهي الآثمة. أما أن تقول أجت منك، ما أجت مني، شو رأيك أجي؟ لا خلص، أنا رأي عند الثاني، والله ما جديدة، أنت عتيكة قولت أمي، أنت المرأة القديمة، بدي أنا جديد. أي ما أنت ما صدقت وقالت لك الأولى إيش؟ بديش، لأنه صار في عندك إشي جديد. لا أنت آثم هكذا، لا يجوز. شو الحل؟ أن تأتي إلى الأولى وتعطيها حقها ولا يشترط الجماع، تنام. فإن هي أبت فقد رفعت عن نفسك الإثم. فهل يلحق الزوج شيء من الإثم؟ الجواب ظهر، بأن لا ينام عندها مخافة المشاكل. طبعا في مشاكل بدك تروح تحلها، مش الهريبة ثلثين المراجل. لا، سوف تذهب إلى زوجتك الأولى وتحل مشاكل، عندك منها أولاد، عندك منها ذرية تحتاج إلى لا يجوز أن يكون الزواج الثاني على حساب الزواج الأول. وكما كان يقول أحد المشايخ، لا أريد أن أقوم بزيجة ويكون بناء على ذلك ميتة. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.